قالت الصين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ليس لديها أي حق لاتهام أي دولة بالاستئساد على الآخرين، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي باراك أوباما اتهم فيها بكين بالتنمر على جيرانها في بحر الصين الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن العالم يعرف جيدا من الدولة التي تستعرض قوتها وحجمها، متهمة واشنطن بأنها هي التي تتنمر. وأعربت الخارجية الصينية على لسان المتحدثة باسمها هو تشون يانغ عن أملها في أن يحترم الجانب الأمريكي الدور الإيجابي الذي تقوم به الصين في رابطة دول جنوب شرق أسيا من أجل دفع السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبية على حد قولها. وكان أوباما قد قال الخميس إن واشنطن قلقة من استخدام الصين لحجمها وقوتها للتنمر على الدول الأصغر في بحر الصين الجنوبية، وقال أوباما إنه يساوره القلق من عدم التزام الصين بالقواعد والأعراف الدولية وتستخدم حجمها وقوتها لإجبار الدول على الخضوع. وأثار قيام الصين بعمليات ردم في محيط 7 حواجز مرجانية في أرخبيل سبراتلي ببحر الصين الجنوبية قلق دول أخرى تقول إن لها حقوقا في السيادة عليها مثل الفلبين وفيتنام، ودفع مسؤولين بالحكومة والجيش الأمريكيين لانتقاد بكين. وفي حين أن الجزر الصينية الجديدة لن تنهي التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة، فإن عمالا يبنون موانئ ومستودعات وقود وربما مهبطين للطائرات، وما دفع خبراء للقول إن هذا سيتيح لبكين استعراض قوتها في مركز حركة الملاحة البحرية بجنوب شرق أسيا. وتقول الصين إن لها الحق في السيادة على معظم بحر الصين الجنوبية الذي يبلغ حجم التجارة التي تمر به سنويا 5 تريليونات دولار، وتقول الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان إن لها حقوق متداخلة في السيادة عليها. رحاب علاء، رويترز.